السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في القناة ديالكم في هذه الحلقة الجديدة في المطبخ الجديد في مدينة جديدة إن شاء الله، مدينة وجدة. مرحبا بكم، كنرحب بكم في هذه القناة اللي هي قناتنا، وكنحييكم تحية خاصة. مرحبا. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نقدم لكم مكرون ديال الكوك. هذا المكرون ديال الكوك اللي كنعرفوها مكرون كتباع بدرهم في الزنقة، وكتجي عجيبة وعزيزة عند بزاف ديال العدد ديال الناس. حنا غادي نديروها بطريقة عصرية جيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نشوفوا المقادير بإذن الله. غادي نقدموا لكم ثلاثة الأشكال ديال المكرون في هذه الحلقة إن شاء الله، ونفس المكرون ديال الكوك، يعني غير هي غادي تكون مختلفة في المذاقات. غادي ندير واحدة ديال الفاني، واحدة ديال الفريز، واحدة ديال الشوكولا. بإذن الله غادي نعرفوا الكوك. درنا 150 غرام في كل شكل. هنا دائما اخواني اخواتي تعرفوا ان الغريبه ديال الكوك دائما ملي غنبغي نصوبها كندوبليو السكر، يعني السكر كيكون دوبل، يعني جوج خطرات. يعني هنا عندنا 150 غرام، هنا عندنا 300 غرام ديال السكر. 300 غرام ديال السكر. عندنا 4 البيضات، كل وصفه غادي تاخذ لنا 4 البيضات، بياض البيض ماشي صفر البيض، غادي نديرو بياض البيض ان شاء الله. عندنا الكونفيتور باش كنرطبوها، غادي نشوفوا كل خلط خليطه شحال غادي نخلطوا فيها نديروا لها ديال الكونفيتور باذن الله. غادي خصنا بطبيعه الحال البابي فاش غادي نطيبوها باذن الله. النكهات درنا الفاني، الفريز والشوكولا. هنا ان شاء الله غادي نحاولوا نشعلوا الفران ديالنا نديروه باذن الله فعافيه الفوق يعني والتحت، وغادي نشعلوا الفرفاره بطبيعه الحال. غادي نديروا درجه الحراره 160 درجه، 180 درجه، نخليوه يسخن على 180 درجه باذن الله. غادي ناخذوا طوات ديالنا اللي غادي نصوبوا منهم. الطوات هما هادو، هذه هي الاوريجينال ديال الفران، كتكون بحال هكا. غادي نخليوها لتحت. غادي ناخذوا الطوات اللي صوبنا ديال لينوكس الفران ديالنا، لان الفران كتمشي معاه غير واحد الطوا اللي كتمشي معاه، مي كتمشي تصوب طوا الفران. والطوا ديال الفران الا بغينا صراحه الطياب ديالنا يكون زوين خص تكون طوا ثقيله، طوا تكون ثقيله وتكون من لينوكس من الاحسن باش تبقى عندك مدى الحياه. هذه الدروك تبقى مدى الحياه ثقيله ثقيله، فيها تقريبا 2 كيلو ونص، تقريبا 3 كيلو في العبار ديالها وصحاح. غادي نمشيو على بركه الله باش نصوبوا الوصفه ديالنا باذن الله. كل حاجه غادي نطحنوها بوحده، يعني كل بارفان خصنا نطحنوه بوحدو ان شاء الله، وما غاديش نطحنوه خطره واحده. هذه خصكم تعرفوها اننا غادي نديرو نصف الكمية، ونديرو نصف الكمية ديال السكر. هاد اللي بقاو لينا غادي نخلطوهم إن شاء الله على بركة الله. أول حاجة نسدو الماشين ديالنا، والطحانة خصها تكون، الطحانة ديالنا خصها تكون بدات يعني طحن مزيان على بركة الله. هنا كنعرفوا ان ملي غادي نشريو الكوك، ملاحظه، هذه ملاحظه مهمه باش تنجح معكم دائما الغريبه ديال الكوك او اي شيء ديال الكوك. الكوك ديالنا خصو يكون ميدم، خصو يكون ما يكونش ناشف 100%، خصو يكون ميدم. ملي كنديروه كنحسو بالزيت ديالو في اليدين ديالنا، هذا علامه ان الكوك ديالنا زوين طري جديد. ملي كيكون الكوك ناشف ما كتجيش فيه حتى حاجه، ما كتجي فيه زوينه. غادي ناخذوا البيض ديالنا نهرسوه هنا ان شاء الله. غادي نخويو بياض البيض ديالنا، ناخذوا البياض وكنحيدوا الصفر ديالنا. الصفر ديالنا غادي نحتاجوا لحوايج اخرين ان شاء الله، ما نلوحوش. هكا
هو يعني خدينا هنا كنطحنوا الكوك ديالنا، غادي نطحنوا الكوك ديالنا ها هو شويه، غادي نضيفوا شويه ديال بياض البيض، ما نديروهش كامل، ونعاود نطحنوا. ها انتم شوفوا معايا، شوفوا الكوك كي ولا، الكوك ديالنا كي ولا، لان كوك جديد، وكون جاب الله كان كوك قديم ما عمرو يجيك جاري بحال هكا، ما يجيكش جاري نهائيا، لان غادي كون تقول عليه غادي داك الكوك كيمص داك البياض البيض وكيخرج، ماشي هو هذاك. غادي ناخذ واحد الجبانيه، معلقه معنا، معلقه هي، غادي نضيفوا هنا واحد ملعقه ما عمرش بزاف ديال الكونفيتور. غادي ناخذوا الفاني، ها هو، ديروا الفاني ديالنا ونعاود نطحنوا. هذه راه غريبه ديال الكوك، مطوره على الاخرى اللي كتباع في الزنقه، مي اللي بغينا نبيعوها في الزنقه في المثال بحال ديال اللي كتباع في الزنقه ما غاديش نديروا ليها الفاني ونديروا ليها، غادي نخليوها سامبل البيض والكوك، هذا الشيء اللي غادي نديروا ليها ان شاء الله. النتائج ديالنا ها هما، ها هي، كيجي مطحون مزيان. غادي نحاولوا ناخذوا هذا سميتو، غادي ناخذوا الكوك ديالنا اللي طحنا، ها هو، نقيو شويه هاد الموس ديالنا ونردو الماكينه ديالنا، اون غادي نديرو فيها ديك الكيمياء ديال الكوك اللي بقات لينا اللي خلطناها بالسكر، ها هي. وهنا ان شاء الله غادي نديرو لها شويه ديال الكوك ونطحنوها عاوتاني باش نكون حصلنا على الغريبه ديال الكوك ديال الفاني. خصنا مازال ان شاء الله هاد الكماله ديال بياض البيض، احنا درناها ها هي، يعني طحنا هاد الشيء كامل، غادي نخلطوا الجميع هنا ان شاء الله. هذه شاده راسها شويه، الاخرى جاريه شويه، وغادي نخلطوها باذن الله باش تجي مقاده وتجينا هنا ان شاء الله. حنا كملنا ديال الفاني، ها هي شفتوها، غادي نخلطوها بهذه الطريقه. كيخصنا نجيبو بوش ودويه باش نصوبو هذا المكرون ديالنا، باش غير الفران ديالنا يكون موجود، ندخلوها ان شاء الله للطياب. ها انتم شوفوا كيخصها تجي، ما خصهاش تجي جاريه بزاف، ديروا يعني طبقوا الوصفه بحذافيرها، يعني العدد ديال الكوك، العدد ديال البيض، العدد بكل حاجه مضبوطه 100% باش نحصلوا على هذا الشيء. والنتيجه باش نحصلوا على هذه النتيجه زوينه، غادي خصنا كوك يكون مزيد، كوك يكون جديد. الفاني ها هي، غادي نمشيو مباشره باش نصوبوا ديال الشوكولا. ديال الشوكولا طريقه مختلفه شويه، غادي ناخذ الكوك ديالنا 150 غرام، غادي نخويو عليه
بودر كاكاو، بودر كاكاو هنا تخويوه ونخويو عليه السكر، وغادي نجيبو معلقة باش نخلطو إن شاء الله. هنا خصنا نخلطو البودر كاكاو ديالنا إلا بغينا نحصلو على نتائج مزيانين. نخلطو هاد الخليط ديالنا هنا، وهنا ربما غادي نكونو نزيدو بيضة. درنا 4 هاد البيضات في كل وصفة، هنا ربما نزيدو صفر بياض البيض واحد. علاش؟ باش هذاك البودر كاكاو نعوضو هذاك المعلقة الكبيرة ديال البودر كاكاو إن شاء الله الرحمن الرحيم. على بركة الله، ها هو خصو يتخلط مزيان. خلطوه مزيان من فضلكم، التخليطة تكون مزيانة بإذن الله باش المقادير كلهم ينسجموا مع بعضياتهم. ها هو، ما علينا إلا نجيبوا الطحانة ديالنا، نديروا موس ونديروا يعني واحد الكيمياء من هاد، نصف الكيمياء تقريبا نديروها. غادي نطحنوه في المرة الثانية ديال الطحين إن شاء الله. على بركة الله، غادي نهرسوا البيض. البيض نسينا هرسناه، البيض ديالنا ها هو. الصفار دائما حاولوا البيض ديالكم تصفيه مزيان، يعني تاخذوا كل شيء الكمية ديال، ديروا هنا نصف الكمية ديال بياض البيض. هنا غادي ان شاء الله نضيفوا الكونفيتور باش تعاوننا شويه، الكونفيتور تعاوننا شويه باش تجريه لينا، لان هنا درنا معلقه وشويه، لان هنا البودر كاكاو غادي يلعب الدور يتقل لينا هاد السورتو هادي ديال الشوكولا. احنا حاولوا نشوفوا فين وصلت مزيان. دروكا هادي غادي نحيدوها باش نصوبوا داك النصف الثاني ان شاء الله. غادي ناخذوا هاد النصف الثاني ديالنا نديروه في هاد الجبانه الصغيره باش هادي بالضبط غادي نخوي فيها هاد المكرون ديالنا. ها هي، شفتوها راه جارية ما تبانش لكم، تقولوا قصها. نركبوها ونديروا الراس ديالنا، وهكذا ان شاء الله بحال هذا الشيء اللي درناه في الشوكولا وفي الفاني غادي نديروه في الفريز. بياض البيض، نديروا الكونفيتور ايضا، ملعقة كبيرة وشوية صافي بركة. نحنو هاد الشي ديالنا، وغادي نصوبو الفريز بدهن نفس الطريقة بدون ما نصوروها، لأن إلا صورناها غادي يكون الفيديو كبير. كتشم غير الريحة ديالو تبارك الله، واحد البو، واحد الرائحة زوينة 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 بزاف بزاف بزاف. غادي نغسلو إن شاء الله هاد الطحانة ديالنا باش نطحنو بها مرة أخيرة إن شاء الله. المغربة ديالنا كتخلط مزيان، يعني المكرون ديالنا كنخلطوها مزيان. شوفوا لا تيكستور ديالها هي هادي إن شاء الله. ردوا البال الفيديو تفرجوا مزيان، غادي تشوفوا النتائج زوينين بإذن الله. ها هو ديال الشوكولا، غادي نحاولوا ان شاء الله نصوبوا ديال الفريز نفس السيستم، بلا ما نصوروا ديال الفريز. معلقة كونفيتور، فريز، البيض ان شاء الله، الكوك كنخلطوا هادو، ها هما بجوج كنخلطوهم، كنقدروا نخلطوا معهم باذن الله لاروم، بدون نقدروا نخلطوا معهم لاروم بحال هكا هكا. غير نوريكم هاد البدايه ماشي مشكل. لاروم ديالنا هذا كونسونطري في نفس الوقت ملوين،
غادي نخلطهم بشحال هكا. ها نتوما شوف، نخلطوه حتى يتخلط مزيان باذن الله، كل شيء غادي يتخلط مع بعضياته بدون يديا شويه، لان يعني تخلط باليد ماشي بحال المعلقه، ماشي بحال العود، يعني اليد غادي تخلط مزيان. غادي نحك بيديا بحال هكا هكا، شفتوا؟ ديروا غير معلقه، ما تكتروش، لان الروم راه قوي، غادي يكون المذاق قوي بزاف ديال الفريز الا جاب الله درنا اكثر من هذا القانون اللي درناه. انتم شفتوه؟ شفتوا كيرجع الكوك ديالنا مزيان هكا، الله يجعل البركه. انا كنرشوها بشويه د الماء هكا. علاش درنا لها بحال هكا؟ باش ملي نلصقوا في هذا الكاي ديالنا يشد لينا. هو هنا نحاولوا نقطعوا الكعيط على حساب الطوا ان شاء الله، نحاولوا نقادوه ونديروا لهذه الجهه ايضا واحد المرسو. من الاحسن تقطعوا بمقص، من الاحسن نقطعوا بمقص، من الاحسن ديالنا بالاحسن نقطعوا بشي مقص باش يجي مقاد. نقطعوا بشي مقص هكا، الكايت ديالنا هو قطعناه هكا. ناخدو ان شاء الله دوية خفوش، دوية يعني غليظة شوية، الا بغينا نديروها غليظة بغينا نديروها رقيق، يعني نقدرو نديرو دوية يعني ماشي غليظة. كنديرو الكوك ديالنا في البوش، بسم الله. هذه هي المرحلة الأخيرة يعني قبل ما ندخلوها الفران. نكرتو مزيان على بركة الله بحال هكا، ما نديرهمش كبار بزاف، غادي تسرحوا شوية. دائما من فضلكم الفرق بيناتهم ما يجيوش لاصقين مع بعضياتهم، لان فيها دوبل ديال السكر، يعني اللي حاجه اللي فيها السكر كثير كتسرح. الله يجعل البركة هكا إن شاء الله. أهم شيء عندنا نقدر نجيب واحد شي زيف يكون نقي بحال هذا، غادي ناخدو نفزقوه بالماء، يعني الزيف مغسول منقي ونفزقوه بالماء بحال هكا. وهنا غادي ندوزوه على هذا المكرون ديالنا بحال هكا، شتو؟ باش كتجي الفورمه ديالها من الفوق مقاده، شفتوها؟ بلا ما نمسوها حبه حبه ولا هكا ان شاء الله. سخن الفران ديالنا، غادي ندخلوا ليه طوا هاد المكرون. ها انتم شفتوها، ندخلوا طوا هاد المكرون ديالنا ونسدوا الفران. وهنا غادي ننزلوا الحراره ان شاء الله ل 160 درجه او 150، 150 درجة. ها هي نزلناها ل 150، يعني صافي، يعني 150 كانت فايتها. ها هي طفات هذه، وإن شاء الله غادي نهضر لكم على الفران باش تشريو فران زوين
زوين زوين زوين بزاف بزاف. وغادي نهضر لكم على الطواد ديال الفران، لان هذا الشيء ما كيتقالش. يعني الفران انه الطواد ديالو كيعطي نتائج زوينين، الطواد بالضبط كيعطي نتائج زوينين الا كانوا الطواد تقال والماده ديالهم ثقيله ثقيله. طياب كتشد الطواد، داك الطياب الحراره كتوزعها واحد التوزيع جيد جدا على الطياب. غادي تشوفوا انني في هاد في هاد في هاد الفران، هاد الفران بالضبط ماشي هذا كيفاش كنت كنخدم قديم، كنت كنطفي الفرفاره، ما كانت الفرفاره. علاش؟ لان هادوك الفران اللي مجموعين، ماشي هذا راه فران كبير تبارك الله، ماشي فران صغير، يعني عنده. غادي نهضروا مهم الفران عندنا في حلقه ان شاء الله قادمه باذن الله. وحنا غادي نصوبوا هاد الغريبه هاد المكرونه ديالنا في الطاوات ايضا، ونحطوهم باش غير طيب الاخرى ونديروا الاخرين ايد باذن الله. شوف المكرونه ديالنا في الفران كي كتبان في البدايه ديالها ان شاء الله غادي تنفخ، غادي يعني تعطي واحد المنظر رائع. غير دروكا درناها في 160 درجه 150 درجه فاش كنطيبوا فيها، حنا نزلنا شويه هنا باش تكون 160، يعني ما بين 180 و 160 درناها نيشان. المكرون ديالنا هي ان شاء الله شفتوها كتجي محمره مزيان، غادي نخرجوها هانتوما شفتو كتجي رائعه 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 بمعنى الكلمه. غادي ناخذوا هذه ديال الفريز ندخلوها في الفران، وايضا نفس الطياب نفس المده ان شاء الله. المده راه غادي تاخذ على حساب الفران تقريبا واحد نصف ساعه حتى 40 دقيقه باذن الله. ان شاء الله هنا المكرون ديالنا اللي هي الشوكولا فريز فاني، شي حاجه يعني رائعه بمعنى الكلمه، شي حاجه هائله هائله هائله. هانتوما شوفوا معايا شي حاجه كتجي هشيشه، كنجمعوا جوج بجوج كيجيو هائلين ورائعين ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني فريز شوكولا فاني واحد المذاق واحد الروعه. انا كننصحكم ان شاء الله باش تجربوها بالطريقه بهذه الطريقه. وهذه اول مره الغريبه ديال الكوك نديروها بالشوكولا ونديروها بالفاني. المعروف انها كتصوب بالكوك بوحده والسكر وسميتو، هنا درناها بالفاني ودرناها بالفريز ودرناها بالشوكولا ان شاء الله، وبطريقه جيده جدا حتى الطريقه ديال التطبيق ديالها كتجي رائع باذن الله. اخواني اخواتي كنحييكم تحيه خاصه، ونتمنى لكم ان شاء الله اوقات طيبه معنا في هذه القناه اللي هي قناتكم. والى اللقاء فيديو قادم باذن الله.